قدمت على منحة اتشيفنينج هاي السنة وانقبلت، وأنا طالعة هلأ مسافرين إن شاء الله علشان نطلع على جامعاتنا نلتحق بجامعاتنا. وطبعا قبولي للمنحة كان حلم بالنسبة لإلي، والدراسة في جامعة أو أحد جامعات بريطانيا بالإضافة لكونها تعليميا من أقوى الجامعات في العالم، إلا أنه هي رح تضيف لخبراتنا كبشر ورح تضيف تجربة اجتماعية رائعة ما بتتعوض. أنا طالع الآن مسافر على بريطانيا لدراسة فاينانس في جامعة أكسفورد بروكس منحة سبال. صحيح هذه فرصة رائعة جدا لإلي أطور مهاراتي ومعارفي وخبراتي في هذا الموضوع هذا المجال. طبعا الشكر موصول للقنصلية البريطانية في القدس وللأعضاء العاملين في مكتبهم في غزة على مساعدتهم لنا في الحصول على تصريح السفر والإجراءات اللازمة، وأنا بتمنى من الجميع لهم التوفيق، علما يعني التقديم مفتوح لغاية شهر 1/2017 لمنحة الإسبال، فأنا بشجع الجميع يقدموا لهذه المنحة وبتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله. هلأ بلش التقديم على الطلبات، لحقوا حالكم قدموا طلباتكم وثقوا بحالكم، وإن شاء الله راح تكونوا تشيفنينج السنة الجاية.